توفرت اليوم لنا أسباب لم تتوفر للإمام أحمد رحمه الله والله، لكن ما تجد مثل أحمد. فالأعذار هذه كلها لا تصلح. يستطيع يطلب العلم، يستطيع يجيب بن عثيمين عنده هنا الآن يدرسه مدرس خاص، يبغى يسكت يسكت، يتكلم يتكلم، يعيد يعيد، إجازة إجازة، أطلب. ما يوجد والله أعلم أي عذر. أنت ترى يا شيخ عنده وقت يأكل ويشرب صح وتكلم، ومعليش ديوانيات وجلسات وطلعات. في بعض الديوانيات إخواننا في الكويت يعني فضل الله ختمت فيها كتب، وفي بعض الديوانيات ما فتحت فيها رسالة. الشناقطة يعني عندهم كتاب صاحب البيت الآن مثل إبراهيم يحط كتاب في المجلس، كتاب هو يبغاه، يحط الزاد مثلا زاد المعاد. من يوم يجي الضيف يجي الشيخ سفر يقول أمسك الكتاب افتح اقرأ. من اللي يستفيد؟ هذا يختم الكتب كلها على الضيوف، كل ضيف يجي يقرأ. فاستغل الوقت إخواننا، أوقات عندنا تمشي الآن ولا تدري عنها. كنت أنا عندي دورة في الجزائر في كتاب التوحيد، وفي واحد من التجار جزاه الله خير طبع لنا 10,000 نسخة من القول المفيد شرح بن عثيمين على كتاب التوحيد رحمه الله، 10,000 نسخة. وامتهت الدورة اتصل علي وقال أبغى قابلك ووصلك المطار. والله جاني وخذني وماشي في الطريق ويكلمني قال اسمع، احنا تجار ما عندنا وقت لا طلب علم ولا شيء، وجالسين في نخدم الطلاب بهذه الطريقة ونطبع الكتب، وجزاك الله خير وصلى الله يكتب أجرك. قلت يا أخي ليش تريد تبقى قزم طول حياتك؟ ليش ما تطلب العلم؟ قال ما أستطيع أنا تاجر. قلت يا أخي تستطيع في السيارة الآن تطلب علم، تسمع كذا تراجع تحفظ. قال ما مزعلني، وأخذ مني موقف إني يعني ترى أتبرع لك 10,000 نسخة في الدورة وكذا، وبعدين تقول لي يعني قزم وكذا. فالمهم اتصل بي تقريبا بعد 3-4 أشهر، اتصل بي قالت وين؟ قلت في المدينة. قال في المسجد النبوي تعالي. والله جيت وسلمت عليه قال بسم الله اختبر. ايش؟ قال اختبرني في الأصول الثلاثة وفي الدروس المهمة وفي كتاب التوحيد عشان تعرف من القزم. قال بفضل الله الآن أنا أدرس الأئمة عندنا. يقول ما تفلسف، يقول يعني ما أخرج عن الموضوع، أدرسهم وحفظهم ومشيت. يقول الحمد لله في طلب العلم. أخوانا والله اللي يريد شيء يسعى إليه صح، مثل الزواج. فإذا نبغى هذا، قابلت مرة واحد راجعين من راجعين والله ما أدري من كينيا، من كينيا أظن راجعين على السعودية، وهذا معي في الطائرة بجانبي. والله شيخ لابس بدلة وكرفت وحركات. اليوم جلست بجانبي ما سلمت عليه، ظنيته غير مسلم. تعرف مع الاحتكاك في الطيارة وكذا بدأ أتكلم معه. قال لي أنا خريج جامعة إسلامية. جامعة إسلامية؟ قال نعم. وش عندك؟ قال راح المدينة يعني راجع معايا. طيب اشتغلت في الدعوة؟ قال لا. ليش؟ تخرجت من الجامعة، والجامعة ترى يعني صنعت لك معروف وكذا، ليه ما اشتغلت في الدعوة؟ قال الدعوة تبغى فلوس، فلوس أنا ما عندي، أنت ادفعوا الخليج ادفعوا عشان اشتغل في الدعوة. قلت طيب ما في مشكلة، الدعوة تحتاج فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته قامت على مال أو في الغالب على فقراء اللي تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقراء. متزوج؟ قال نعم متزوج. قلت الزواج يحتاج فلوس؟ قال ايوه. وتحصلت فلوس للزواج؟ قال نعم. قلت والدعوة؟ ما أقدر أحصل لها فلوس. سبحان الله، شفت الشيخ، فقط بعض الناس يريد أعذار، أعذار بس يفتح أعذار. يا شيخ شوف الآن شيخ الألباني رحمه الله، يعني هذا الرجل سبحان الله أحسب والله حسيب مخلص، باب المحدثين أغلق أغلق، ما عاد يأتي واحد بعد الدارقطني وأبو داود أغلق الباب ما يدخل أحد. سبحان الله جاء هذا الرجل فتح الباب وأدخله وأغلق الباب.
صح ولا ما تتخيل أن يأتي واحد من المتأخرين ويدخل مع هذول الفطاحلة؟ صدق والله هذا فتح دخل حتى أحيانا ما يذكره إلا يذكر الألباني. صححه الألباني عندنا أحيانا أكثر مما صحه أبو داود. والله يا شيخ بإيش أنت تظن هذا كان يلعب؟ يعني بعض الشباب يا أخوان يظن أن بن عثيمين كان يلعب رحمه الله. صدق بن عثيمين رحمه الله في الصغر كان يمر وهو صغير مثل هذا يمر في الحارة حارة يلعب كورة هو ماشي رايح درس بن سعدي الأولاد في الحارة يلعب كورة وبن عثيمين حط الكتاب هنا على صدري وماشي ينادوه يا محمد تعال العب يقول إن شاء الله إن شاء الله ما يجي يلعب روح الدرس. فهمت الشيخ؟ فاللي يريد شيء ترى يسعى إلى تحقيقه بإذن الله. والله يعين أبا أطول عليك شوية عشان أنك الأسئلة تروح هنا. فأشيخ والله والله من يعينك على طلب العلم؟ ها؟ الله. فإذا الله يعينك إيش بقي لك؟ بقي تسلك بس. يقول ما الطريقة التي تنصح بها الأب في تربية الأبناء في ظل هذا الانفتاح التقني؟ كان هذا زمن الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيه فتن. إخواننا الفتن هذه ما تؤثر يعني على من يعني أراد وجه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الآن إخواننا قدر أن نكون في هذا الزمن صح حتى يعلم الله سبحانه وتعالى إيش نصنعنا. فقدر الله عليك أن تكون في هذا الزمن خلاص إذن اعمل أنت عليك أنك تعمل والله سبحانه وتعالى ميسر. أنا أريد ولدي أنه ما يمسك الجوال طب أنا لا أمسك الجوال صح لو أنت تمسك المصحف ولدك يمسك المصحف لو الأم تحتجب البنت تحتجب صحيح ولا هي لازم القدوة. وأنا من صاحبنا في المغرب في الدار البيضاء دار البيضاء المغرب والله جيت واحد هذا يا شيخ أولاده ما أدخلهم المدرسة إلى الجامعة الدار البيضاء على البحر والله ما شافوا البحر والله يا شيخ هم في الجامعة وما شافوا البحر. فسألته أنا كيف ربيت الأولاد هذول الأولاد حافظين القرآن دخلوهم الجامعة بدون شهادات بدون شيء بل الجامعة تفتخر بهم وأخذ واحد منهم جائزة أعطاه هذا والله ما أدري الحسنة ومحمد الخامس وكذا محمد السادس أعطاه عمرة على حسابه يفتخر بهم الجامعة. فأنا قلت له كيف ربيت الأولاد في هذا المجتمع دار البيضة؟ يقول أول ما تزوجت أم هذا الولد فكرت حملت الأم يقول مجرد عرفنا أن في بطنها في حمل بدأت تفكر هذا الولد إيش يكون. قال فكرت أنه لازم يكون يحفظ القرآن. قلت لا ما يمكن يحفظ ولدنا القرآن إلا أحفظ أنا والأم القرآن. يقول بدأنا حفظنا القرآن حفظنا ألفية بن مالك حفظهم اللؤلؤ والمرجان. يقول عندما كان ولدي هذا عمره سنتين كنا ختمنا تقريبا القرآن والفية ابن مالك والأولى المرجان وبدأنا نمشي أعلى منه ويمشي خلفه كما تكونون ولا عليه. والدعاء يا أخي القدوة الصحبة الصالحة يعني هذه المسألة. تعرف هذا الولد يا شيخ يدخل الدكان في المغرب دكان هذا الولد ما يعرف اللغة العامية الدارجة عندهم اللغة اللي هي الدارجة هذه المغربية ما يعرفها. فيقول لي هذا صاحب الدكان يقول أعطيني طماطم. يقول ما في طماطم. يقول هذا إيش؟ يقول هذا ما هي طماطم هذه مطيشة. يقول أعطيني جزر. يقول ما في جزر. يقول هذا خزر.
هذا ما يعرف اللغة الدارجة، الله ما يعرفها. ليش؟ تربى على اللغة العربية، على العلم، على الحفظ، على كذا. فالوالدين ترى هم سبب، سبب، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. سان يعمل. الآن عندنا مشكلة المثليين، هذه مشكلة واقعة، صح؟ طيب ليش إخواننا إلى اليوم صدق يعني إلا من رحم الله ما حد وضع خطوات لمواجهة هذا الشر والفساد، صح؟ يعني عندنا في السنة يا أخي السنة فيها كل شيء صالح لكل وقت كل زمان ومكان، صح؟ منها الكنية، صار الكنية يوم تقول أنت أبو فلان يعني إيش؟ يعني رجل، صح ولا؟ وأنت أم فلان، أم عبد الله، كنية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من الصغر يتربى هذا على الرجولة، صح؟ تفريق في المضاجع، التعويد على الصلاة، هذا يمشي، وهذه الحجاب، هذه أشياء موجودة عندنا في الشرع لمحاربة إيش؟ مثليين. فلو استغليناها عرفت كان، لأنهم الآن يغرسوا في عقول ويدرسوهم في المدرسة. حتى عند النصارى ممكن نقول أنه مريم عند النصارى يعني موجود، وليس الذكر كالأنثى، وجود هذا في أمور عندنا في الشريعة ممكن أنت تغرسها القيم، تغرس هذا القيم في هذا الصغير أو هذا الصغير من الصغر. وهذه محاربة قبلا، لأنه يا أخواننا عندنا شيء يسموه الآن يعني يقولوا الدفاع قبل أن تقع الكارثة، محافظة على الصغار، تبغى تحافظ عليهم. الألوان أيضا مهمة، ترى الملابس مهمة، الألعاب مهمة، ألعاب في عندنا ألعاب تليق بالرجال، ألعاب تليق بالإناث، صحيح، لباس هذا للرجل هذا للمرأة، الثوب، الغترة، كذا، صدق هذه لها دور. يا شيخ صب القهوة يا شيخ له دور، صدق تربي الولد من الصغر على الرجل، خلص لو يجي مين بإذن الله الله حافظ، لكن لابد نأتي بهذه الأسباب الشرعية. تمام، دخلنا على المثليين شوي. إني والله كنت في بريطانيا، أنا تعرف إحنا في السعودية بفضل الله دول الخليج يعني ما تشوف تسمع بفضل الله، ما ترى بفضل نادر، لكن هناك تمشي في الشارع أشياء تشوف اللي لابس فستان الله المستعان، واللي صابغ شعر وكذا لأنه لهم ألوان خاصة في الشعر وكذا. فأنا أقول للشباب أنت إيش تصنع؟ قال ولا شيء. صحيح يا أخي لا يعني تصنع مشكلة مع الحكومة، لكن لابد تسعى لإيش؟ لمحاربة، بدون ما تصنع مشكلة ما في شيء، ما في ولا خطوة إيجابية خطوة، مع أنه في خطوات عندنا ترى كثيرة بفضل الله. يقول شيخنا بعض طلاب العلم يبحث عن الكمال في طلب العلم، فإذا لم يجد تركه وترك الاستقامة هم توجيه. الله المستعان، الله يثبتنا وياه. الله المستعان. كيف الكمال يعني؟ المشكلة أن الطالب يبغى يمشي على ما يحب مو على ما يحب الشيخ، والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ترى العالم الطالب إذا جاء عند العالم هذا أصبح هو ولي أمر الطالب. عند السلف ما كان يستطيع ينتقل من شيخ إلى شيخ إلا لابد يستأذن من الأول، لأن هذا هو ولي أمره الآن، ما يستطيع ينتقل إلى عالم آخر حتى يجيز هذا أو يسمح له بالانتقال. الطلاب اليوم بعض الطلاب يجيني مثلا أحيانا أقول له احفظ، يقول ما بحفظ، إذا ما تدرس ما مشكلة ما أريد أحفظ. أسأل الطلاب أحيانا، يوم سأل طالب عندي فهمت؟ قال فهمت. إيش فهمت؟ قال فهمت خلاص. قلت لا كلش فهمت. قال لا ما تسأل. قلت مع السلامة. وبعضهم يقول إما تدرسني واسطية أو ما أدرس عندك، وبعضهم يقول إما يدرسني الشيخ الفوزان. صحيح والله، فهو يبغى
يدرس هذا على ما يحب. صحيح لازم تصبر، اصبر على جفوة معلم قال فإن العلم في زفرات. الشناقطة مثلا عندهم يعني كل شيخ الشيخ يعني اسمحوا لي له طريقة، مو طريقة صوفية يعني، له طريقة في التدريس، هو يرى أنه هذه الطريقة هي أنفع للطلاب. فأنت ما تستطيع تجي تعدل طريقة الشيخ. يعني الحين الشيخ العصيمي حفظه الله طريقته سرد المتون مفيدة، فما يجي واحد ينتقده. ما عجبتك الطريقة روح شيخ ثاني عندك. الشيخ بن باز رحمه الله لا يعرف الاستطراد أبدا، يختصر اختصار جميل، يعطيك المفيد خلاصة، مفهوم؟ بن عثيمين ما يستطيع رحمه الله يختصر أبدا. يقول الشيخ نبغى درس مختصر، يقول حاضر، يبدأ الدرس الأول، الدرس الثاني طريقته كذا. وبعض الناس يعني معجب بطريقة بن عثيمين لأن استطراد في محله ما يخرج عن الموضوع، عرفت؟ فأنت اختار شيخ يخمشي معه كل شيء تحصله، ترى كل الطرق موجودة وكل شيء، ما بقي معنا إلا نسلك الطريق شيخ. لكن المشكلة في الطالب اليوم، في واحد من أستاذ دكتور كبار من هيئة كبار العلماء في الرياض يقول والله ما حصلنا طلاب، أبحث وراء طالب ما أجده. يقول إذا جاني طالب أفرح به، يقول الشيخ درسني، يقول أدرس كل ما أدرس بس تعال يا ولدي. يقول طيب الشيخ أي علم؟ قال يا ولدي اختار العلم اللي تبغى وأنا أدرسك اللي تبغى العلم. قال خلاص اخترت علم، إيش الكتاب؟ قال يا ولدي اختار الكتاب اللي تبغى والنسخة علي أنا اشتري. قال الوقت؟ قال الوقت اللي تحب، أي وقت تعلم. قال اخترنا الوقت واخترنا الكتاب واخترنا كل شيء. يقول تتوقع أنه هذا الطالب يجي أول درس؟ ها؟ والله ما يجي. لأن كان يقول لي أحد مشايخنا الله يرحمه يقول يا شيخ اللي ما يجي على هواك لا تجي على هواك. أنا درس في الحرم أدرس فرائض من المغرب إلى العشاء، ودرس بفضل الله أحيانا والله 20 طالب من المغرب إلى العشاء وأكثر، وضغطينك عندي طالب ألح علي أجيك البيت وكذا وما عندي وقت وأنا إمام مسجد وكذا والله يرضى عنك. البيت ما هو مكان لطلب العلم الشيخ، والله صدق المسجد هو المكان. فالمهم أنا نام مبكر زي الشيخ إبراهيم لأن عندي درس الفجر، والله الساعة 11 في الليل يجي دق الباب ما رد دق، ولا جينا السوالف وكذا. الفترة هذه يمديني والله أدرس 100 طالب، والله فضل الله أدرس 100 طالب، ويعني ولا خلص ولا استفدنا شيء. فالطالب الشيخ لابد أنه يأتي إلى العالم على أن هذا عالم يسمع لكلامه يستفيد منه. أي نعم، بن عثيمين إخواننا يعني كان يقول، هو يقول والله تأثرنا بابن سعدي تأثر عجيب، حتى اللي يران يقول والله هؤلاء متعصبة مقلدين. يقول كان خط محمد يعني بن عثيمين يقول كان خط محمد خط جميل وخط بن سعدي ليس بجميل، يقول أصبح خط مثل خط بن سعدي. يا شيخ العالم هذا الرباني يقول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. طالب اليوم ما يريد هذا، يبغى لا يبغى يطلع من فوق السلم، ما يبغى يمشي يتدرج. اي فطالب تعال يا اخي عند الشيخ. الان بعض الناس الشيخ يوم يفتح مثلا كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب يقلب وكذا تقول ايش فيه؟ ما في شيء، صح ولا لا؟ والله لو تقلب كتاب التوحيد طبعا لانه جاهل ما يدري، ويقلب الكتاب ما يدري عن شيء. لكن يجيك واحد يعني مغرم بالكتاب، يعني هذا ابن حجر يوم شرح صحيح البخاري يعني هو مغرم بمن
يحب البخاري، يحب البخاري، يجي أحيانا يتعب. يعني الآن البخاري إذا كتب في التبويب أحيانا يضطر هو يعني يأتي حديث ليس على شرط البخاري، هو يريد الحديث البخاري فيكتبه في الترجمة. ابن حجر يتعب يدور هذا الحديث ما يجده، يقول لله دره ما أوسع الطلاع، يحبه. فإذا أحبه مو معنى يقلد أو يعني طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا، تقدر العالم يا شيخ، تحب العالم، تقدر العالم، تستفيد من علم. أما تتكبر عليه ما تستفيد. والله يا شيخ الطلاب اليوم يحتاجوا إلى أدب قبل العلم، فإذا جاء الأدب جاء العلم، يحترم المعلم، يحترم كذا، يحترم كذا. أنا والله كان عندي درس مع واحد من شيخنا الشيخ حيد، أدرس عنده النحو، وشيخي شيخي في الفرائض صنع عملية في العيون وما يستطيع يصحح، وقال لي أبغاك تصحح معي، صحح للطلاب. هو ما يبغاني أصحح، يبغاني أدرس، وأنا ما أبغى أدرس ذاك الوقت، ولا أريد أصلا أتصدر للتدريس أبدا، وما عندي وقت وعند الشيخ. فقال لي من غدا تجي عندي وتصحح معي، قلت إن شاء الله. فجيت عند شيخي أحيد أقرأ عليه في قطر الندى، وأنا أقرأ عليه قال ليش تأخر؟ قلت والله كنت عند الشيخ، الشيخ سوى عملية وكذا وكان يبغاني أصحح معه، وأنا والله شيخ ما أقدر أقطع الدرس. قال من غدا ما تحضر عندي، شيخك يطلبك تساعده وتتخلى وتكلم هذا الكلام، اختار أي وقت أنا أدرسك، بس روح للشيخ. يقول ما توجيهكم للشاب الذي لا يجد بيئة دينية تحفزه وتثبته على حرص الاستقامة؟ والله يا شيخ طالب العلم إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يهيئ له كل شيء، من يتقي الله يجعل له مخرج. قلنا بعض الطلاب هدانا الله إياه يعني يبحث عن الأعذار، وإيش الآن يستطيع يطلب العلم، مساجد موجودة الحمد لله، إذا ما في مسجد يا أخي يستطيع التعليم عن بعد عن المشايخ كذا. يعني والله يا شيخ أحيانا في بعض الدول، فرنسا إمام المسجد فرنسي الأصل، ما شاء الله لغة العربية، يحفظ القرآن. قلت كيف درست أنت هنا في فرنسا في منطقة ما فيها علماء أصل ولا فيها مراكز وكذا؟ قال والله أنا أدرس على قارئ في مصر عن طريق سكايب قبل الجوالات هذه الحديثة، يستطيع، وقال اللغة العربية، دخلت وكذا وحاولت. فاللي يريد يصنع هو بيئة لنفسه يستطيع. لكن يا أخي اليوم كل أنا أقول لك يعني ابحث عن أشياء هي ليست يعني بأسباب حقيقة، والله أعلم. لو حصل واحد معه هذا نعم. والله كان عندنا واحد يدرس عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول والله استفدت من زميلي أكثر من فائدتي من الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يقول هذا يتعبني، إذا رجعنا من الدرس راجع لي درس بن عثيمين، يقول قبل نام يسمعني شريط بن عثيمين، يعني يقول يعني يتابعني أكثر من الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يبحث عن إنسان يعينه على الطلب، يعينه على كذا، يجد إن شاء الله. من يتقي الله يجعل له مخرج. لو في تعقيب الشيخ نحن سعد. الله يجزيك خير. يقول لكم تجارب دعوية، نصيحة لنا معشر الدعاة في الخارج. والله الدعوة في الخارج لكن تحتاج إخواننا دراسة، ليست يعني أن الدعوة في الخارج يعني يأخذ تذكرة ويمشي، لابد يعني من ترتيب. الآن إذا رحت جيت رايح عمرة مثلا، ترتب تشوف الطريق الفندق والعملة صح، والتمر من فين تأخذه، صدق والله كيف رحلة دعوية تمشي من دون أي استعداد؟ لا ما يمكن. ويعني الدعوة ترى أخواننا
احنا الان ننتقد على بعض الفرق الخروج الى الدعوه بغير علم، صح؟ اي نعم. وبدون فقه الدعوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: انك تاتي قوما من اهل الكتاب. هذا استفاد منه والله اعلم معرفه حال المدعو. لا بد يعرف حال المدعو، واي انسان ترى يخرج للدعوه، ولا اي انسان يعني، ولا اي منطقه تمشي اليها، لا بد تدرس حتى الدوله، ترى تدرس الدوله، دخولك للدوله هل مخالف للنظام او لا، المركز الاسلامي اللي تذهب اليه كذا، المترجم لازم تثق ايضا من المترجم، ممكن مترجم يغير ترجم، تقول حرام هو يقول حلال، تقول اكل لحم الجزور ناقض وضوء يقول لا، في الترجمه ولا تدري عنه. فالدعوه الى الله اخواننا يعني في الخارج هذه لابد 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 ان ترجع الى انسان يعني مارس الدعوه الى الله في الخارج، تاخذ من فوائد وتاخذ من كذا. انا سمعت مره احد الدعاة يقول: انا اذا ذهبت الى اي مكان في العالم لا يمكن اصلي بهم. ليش؟ قال: اجعل الامام اللي يصلي بهم هو يصلي. لماذا؟ قال: حتى اعرف صلاته صحيحه او لا، انا جئت اعلم، بعدين يمكن يقول بعد يوم يومين ممكن اصلي بهم، لكن اول شيء يقول اشوف صلاه امام هذا، ممكن يصلي خط. والله يا شيخ كنت في منطقه في افريقيا وقدمت هذا مدير المركز خريج الجامعه، والله عنده لحن جلي في الفاتحة، لحن جلي في الفاتحة، وإلى وصلت هنا وأنا أسمع للفاتحة، فضل الله تعدلت. لو صليت أنا ما استفدت. ففي فوائد أحيانا بعض الدعاة يعني يعطيك فائدة واحدة في الدعوة إلى الله تستفيد منها. كنت أسأل مرة الشيخ محمد بخيت الحجيني، أقول له: طيب إذا ما عندي مترجم إيش أصنع؟ وصلت منطقة واعتذر المترجم، قال: اقرأ، اقرأ القرآن. صدق، يقول أحيانا ناتي مناطق نقرأ القرآن يسلم. وهذا الذي كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يجي بعض الكفار ويقرأ عليهم القرآن يسلم. فلا بد الشيخ أننا يعني هذه الأمور يعني ليست على ما تحب على ما ترى والله ماشي، لا، لازم يعني شيء من الدراسة. ولو اذهب إلى الشيخ عالم يستشيره كيف أصنع كيف كذا كيف كذا، يا شيخ بعض الدعاة يذهب، دعاة رسميين من بعض الدول يذهب إلى مثلا إلى دولة من دول ألبانيا، كوسوفو، البوسنة، هناك شيخ ما يأخذ المساجد، يأخذوا الدعوات واجمعوا له أصحابهم حتى لا تنتقل الدعوة السلفية إلى الناس عمدا، ويبغى يلقي كلمة يخلي يلقي كلمة، دروس ما تترجم يقول بالعربي، هؤلاء كلهم يفهم اللغة العربية. الله المستعان. دعوة إلى الله تحتاج إلى 5 شروط: الأول الإخلاص، والعلم الشرعي، والحكمة، ومعرفة حال المدعو، والصبر. يعني بعض الناس ترى يظن إذا ذهب إلى أفريقيا ولا ذهب إلى كذا يقول أهلا وسهلا يا شيخ، ما يدري أن بعضهم يعني تعرض للقتل، وأنت تعرف يعني من أجل الدعوة لله سبحانه وتعالى، تريد تستطيع تصبر على الدعوة تتحمل أخرج، وإلا ابقى مكانك. والله أعلم. ها الشيخ يقول: كثير من الأخوة يفترقون لتعصب بعضهم لمسائل قابلة للأخذ والرد مما هي ليست عقائدية، فكيف التصرف معه؟ والله الإنسان يا أخي يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى وينسخط الناس، يرضى الله عنه ويرضى عنه الناس، هذه القاعدة. إذا التمس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لكن اليوم بعض الناس هدانا الله إياه يعني شغل الشاغل فقط أن يرضى عني فلان وعلم، تمس رضا الله ولو سخط الناس. هذا يا مختصر. نعم. آخر سؤال:
آخر ما اتصل بأحد الشباب قبل فترة قال أنت مع مين؟ مع هذول ولا معها؟ ما أنا عارف لك الطريق. قلت أنا مع الله. قال خلاص جزاك الله خير السلام عليكم. صحيح ليش أكون مع فلان ولا مع الله؟ يا أخي كن مع الله ولا تبالي. صح؟ أي نعم. سار الولاء والبراء الآن للأشخاص، سار يطبق، هو بدلا يطبق التوحيد يطبق الشرك، نسأل العافية والسلامة. والله مشكال والمشكلة يعني في مسائل يا شيخ، سواء كان في عقيدة أو في فقه أو في كذا، يا أخي كن مع الله. إذا أنت عقيدتك صحيحة في كل المسائل، مو فقط في العقيدة، حتى في الفقه. يعني دحين واحد يقول من الشباب يقول أنا أصلي وانظر لي بجانبي، ينزل على ركبتين أنزل على ركبتين، ينزل على يدين أنزل على يدين. هي المسألة ليست ترى شيء واحد، ترى مسائل كثيرة، وكل يوم يجروه لمسألة إلى الهاوي، وفي النهاية نسأل عافية السلام انتكاس. الله المستعان. يا أخ مصر سألني بعد الدرس أسمع مين مصر؟ إيه يبي صنفهم تسمع المشاعر. لحق قال لا والله صحيح، قلت والله صحيح اسمع المشاعر. تمام. رد ثالثة قال لا يعني اقصد يعني مين اسمع المصر؟ قلت اسمع المشاعر. فعرفت الرجل بيشوف يعني انت مع من ولا مع من. فسبحان الله حضر كم درس، فاثناء الدرس يعني اقول له اختارك السؤال جاوب. والله اسئله يعني اتوقع 100% يعرف جاوبها ولا ما يعرف جاوبها. رديت مره ثانيه سؤال ايضا ما اعرف اجاوب. رديت مثلا لفت نظري سؤال النبي يعني ابي مشي الدرس يعني اجاوب عسى يمشي الدرس. مثلا اقول ما اي سؤال سهل هذا ما يجاوب ما يعرف. طيب انت مو عارف الاسئله هذه جاي دخل نفسك مع مين وضد مين؟ مساله ان كل ما صار خلاف في مكان تعال انت حدد انت مع من ولا مع من، هذه ما لها علاقه. حتى ركب معي واحد في السياره مره في امريكا لا يجد العربيه وأسلم حديثا إلى درجة أن أخوانه ما يعلمون بإسلامه. شوف يعني جديد جدا. يقول فقط أخبرت والدي. يقول بروح اليمن أتعلم. في واحد هناك أمريكي يحاول القرآن كذا ما يعرف عربي مرة فاتح معه. يقول فواحد قال لا قبل لا تذهب لازم تحدد أنت مع يحيى العجوري ولا مع عبد الرحمن العدني. طيب هذا الفاتح ما يعرف يقرأ، هذا العلماء والشافعي شو بيفرق بين هذا وهذا؟ قال له حدد انت مع من هذا. طيب كيف اميز انا هذا من هذا وانا ما اعرفه؟ فيصير خلاف في المدينه انت مع من، يصير خلاف في مصر انت مع من، يصير خلاف باليمن انت مع من. ايش دخل بالموضوع؟ ما يدخل من الجنه ولا يدخل من النار. الا حدد انا مع من وما. فتركوا تركوا ما يجب عليهم مما هو بين ايديهم وانشغلوا انت مع فلان ولا علم. وبعضهم يعني اصل خلافه طويل، لو جمعت كلام هذا بكلام هذا يمكن هذا كاتب مجلدين هو اتباعه وهذا مجلدين، لازم اقرا المجلدين هذولي اربع مجلدات حتى اعرف مع الحق مع من. قال لا تحدد. ما انا محدد، انا ما قريت ولا دخلت موضوع ولا راح ادخل. حدد ليش يعني؟ نسال الله العافيه. انا الله المستعان. او ممكن تساله معنى لا اله الا الله، ما هو الايمان عند اهل السنه؟ اذا جبت عن هذا اجيب. صحيح؟ والله الله المستعان. الله صواريخ الشيخ عندهم يعني. هذه الصواريخ أيضا تحذف. نعم. إذا قلنا نطلب منكم محاضرة عن مشاهداتكم وتجاربكم الدعوية بين غير العرب والعواق والمحفزات. والله الشيخ أنا أظن أحيانا في بعض الأشياء أنها ما تذكر أفضل، يعني بعض الأشياء أخواننا اليوم في الحالات الواتساب وكذا يعني الأفضل أنها لا تذكر. يعني بعض الأشياء مو كل شيء أخواننا ترى يعني عن الشيخ ينشر، يعني أحيانا يكون في ضرر على الشيخ ترى، وفي أحيان أشياء تنشر ما في إشكال، لكن أحيان بعض الأشياء يعني كثرة الحضور أو قلة الحضور يعني الأصل ترى ما تؤثر فيك في الداعي، تؤثر أنه يفرح فضل الله وكذا صحيح، لكن يعني انه بعد الدرس قال والله حضر مليونين حضر كذا، بعض الاشياء ترى يعني ليس لها علاقه في الدعوه اصلا. يعني واحد يسالني يقول والله مثلا ايش احسن بلاد شفتها؟ وشلالات وين الشلالات وين كذا؟ هذه ما هي اسئله.
صحيح شيخ. والله بعض الدول أنا جيتها بفضل الله، والله يا شيخ كنت أشوف الثلوج والجبال أكرمك الله من شباك الحمام، ما أدري أني هذه الدولة فيها شلالات أصلا أنهار، ما رحت لهذا الشيء أصلا، لكن ممكن أحيانا الإنسان يروح يتمشى وكذا. لكن أني أجعل مثلا محاضرة أتكلم فيها عن عن البلدان والشلالات والأكلات، هذه ممكن جلسة خاصة أو كذا. الناس الشيخ اليوم والله يعني الدرس يعني المفيد والشيء المفيد ما يبغى، يبغى هذه مشاهدات وانطباعات وكذا، الله المستعان. وفي أشياء ترى شيخ الشيخ يعرف أكثر مني، أشياء المفروض إن ما يعني ما نضعها عن العلماء وكذا، المفروض إن يعني خلاص يعني يسكت عنها، ليس كل ما يعلم يقال. في بعض المشايخ يريد يسافر إلى منطقة وما يريد أحد يدري عنه، سافر له غرض في المنطقة. تعرف أحيان بعض المناطق يسافر لها يعني الدولة ما تمانع لكن ما تبغى إعلان ما تبغى كذا، فما يلزم أنك تعلن وتصور وكذا. بعض المناطق يقولك تدرس لكن تصور لا، بعض الدول تسمح لك بإلقاء الكلمات وكذا لكن ما تصور، تصور يكون ضرر أحيانا حتى على المترجم أحيانا. إيه فيجيك واحد يعني مثلا يصور الدرس هذا يسبب لك ضرر أنت. ولكن أنا قلت لك قبل يسافر الدولة لابد ترى يشوف ملاحظات الدولة، هل في إشكال ما في إشكال، ممكن تروح وترجع تسبب أنت ضرر اللي زرته. صحيح والله إيه، فلازم تعرف يعني هل في ضرر ما في ضرر كذا، خلاص تمشي. الله يعين. هو السؤال الأخير عبارة عن طلب، طالبين محاضرة. إيه محاضرة ممكن، ولكن والله أنا ماني من يعني أنا ما أعتبر نفسي ترى، لأن ترى في بعض المشايخ شيخ يعني شيخ صدق يا أخي يبقى شهر في أفريقيا في قرية نائية، يبقى شهر، أنا ما أستطيع أبقى شهر، أنا أعد نفسي ولا شيء ترى، هذا يبقى شهر في أفريقيا والله القرية ما فيها ماء صافي، ما فيها يعني مكان يستطيع ينام فيه، مكان يستطيع يغتسل فيه ما في. الشيخ محمد بخيت مثلا حجالي يبقى شهر في القرية، أقول له الشيخ أنا أسأله الشيخ سويت معه مقابل، أقول له الشيخ كيف تبقى شهر في أفريقيا؟ قال قفل التسجيل، فن التسجيل، قال الجنة. والله الجواب الجنة، هي صحيح يبقى شهر شيخ وهو يعني مرفه أستاذ دكتور وكذا، يبقى شهر في أفريقيا أمر صعب ترى. أما تقول لي أنا ما أبقى شهر في أفريقيا، أنا أدوب أبقى لي أسبوع أسبوعين أكثر شيء. زين أنا ما رحت. ها؟ ما رحت أشوفها. أي ما رحت. أي. للأسف نيتنا إحنا بعد. ها؟ ندور زوجات أفريقيا ما تمشي معانا. أنا أبو عوض. إي ما الآن ما رحت. شيخ بالنسبة للحديث اللي تقول لي لو شفت لك فيه، أعتقد إنه ما في تايل يعني مسافة من بعض الرد وبعض لا النزل كلي. هو الرفق اللين ليس عمل ما يحب الإنسان، الرفق اللين اللي جاء به الشرع، مثل الآن يقول وسطية، يقول التخفيف على المصلين، تخفيف مو على ما تحب، على السنة، السنة هي اللي فيها التخفيف. فلو أطال الآن في صلاة الفجر وقال يا الله يا خفف علينا، يعني مثلا صلى في يوم الجمعة مثلا خلاص بالسجدة والإنسان، هذا يعتبر تخفيف ترى على المصلين، هذا السنة، هذا الأصل، ولا بد نعود المصلين على السنة. وإذا تعب يا أخي صلي جالس، إذا ما استطاع الخشوع ذهب عن الخشوع يصلي جالس، ما الإشكال. فيقول رفق، طيب هم أحيانا يستعملوا الرفق في ماذا؟ يقول الرفق أن ما تقطع يد الساحر يد السارق، نقول لا هذا رفق بالسارق، هذا هو الرفق، وهذا هو الذي يصلح للمجتمع. فهو يبغى يفسر الوسطية
والتخفيف والتيسير على ما يحب، يعني بترك الشريعة. والله شيخ واحد قال لي عن هذول الأوروبيين، يقول أنت إيش تصنع فيهم؟ قلت ليش؟ قال هذا الأوروبي عندما يلتزم على السنة يريد السنة على ما كان عليه السلف، يقول يقصر الثوب يطلق اللحية ويصلي وكذا. يقول أنت إيش تسوي فيه؟ هذا رافضي شيخ يكلمني، يقول إحنا نتعب عليه شهر وما يخرج عن ما نبغى. ليش؟ قلت ما تزعل؟ قال ما أزعل. قلت لأن دعوة حق، دعوتكم دعوة باطل. فبعض الدعاة اليوم يجي هذا الأوروبي يوم يسلم يقول له أبغى السنة، يقول له لا خفف من اللحية ولا تقصر الثوب وما عندك مشكلة. هذا ما يرضى هذا الأوروبي يقول ما أبغى ذا الدين، ما أبغى اللي تقول عليه، ما أبغى والله مسلم شديد. وفي واحدة في المطار محجبة منقبة وخلفها واحدة سافر، فهذه السافرة تتكلم على هذه تظنها إنها المهم من دولة يعني ما هي من أوروبا، وهذه ما هي من أوروبا تظنها مثلها ما هي من أوروبا، جايين أوروبا زيارة وكذا، يعني جنسية زي ما تقول أخذين جنسية أوروبية. تقول لها ما حجبها المشاكل في أوروبا إلا أنت يوم ذلك. كشفت وجهها لهذه أوروبية أصلية، قالت نحن اللي جبنا المشاكل ولا أنتم؟ المشاكل تأتي بمخالفة السنة وموافقة السنة. صحيح والله تطبق السنة يا شيخ والله ترتاح، صحيح لابد من ابتلاء تمحيص، لكن الخير كله يأتي. شوف الأوروبيين هؤلاء يعني فهمهم من السنة يصلون لدرجة إيش؟ إني ما يطبق السنة، هذا إسلامه في خلل. إيه نعم. وهذا بعد مصيبة أخرى يعني. يعني أنا أذكر موقف طريف يعني حبيب. في واحدة هولندية اشتغلت عندنا في الحضانة، مطلقة من رجلين مش عارف إيش، مو تبي تتزوج. فقالت وصلوا إلي إنه شوف لنا زوج، فشفت واحد من الأخوة فقالت تريد ترى صورته هي أوروبية، فأرسلت صورته، أعطانا صورته أرسلناه ولو نقص لحيته يعني نحنجرها شوي. قالت لا شلون نقص لحيته؟ يعني هل يظن أن أكشف وجهي؟ كيف إسلام وكيف قص اللحية؟ شوي طلع من الإسلام ليش قص لحيته؟ عرفت من كثير يعني التمسك يعني. فقلنا خلاص مو مشكلة. أرسلت لواحد آخر صديق الأخ، والله يا أخوان بدون مبالغة يعني لحيته حيل كبيرة جدا 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 لحيته كبيرة، فما وافقت عليه. عاد أنا أعلق تعليق يعني على الخبيب، قلت يوم دزيناها قاص لحيته، قالت لا يوم دزيت له هذا لسان حالك قد عاد مو كذي ولد ايوه جيب وسط ولد ولد. فبعض الأخوة يعني عارف يعني هو دارس في الغرب يقول بعضهم يعني يفهم الدين انه خلاص على فهم الخوارزة يعني يا اسود يا ابيض، بحيث لو انه واحد قصر حتى لو بعض السنن ها، او مثلا واحد ياكل مكسرات شلون تاكل مكسرات وانت ما يقول هيك عن ذكر الله؟ يبي الناس يا اما يكونون على السنه بمعنى انهم ما يقصرون في شيء، او لدرجه الشك في اسلامهم او يحتقرهم او كذا. طيب اذا وفقك الله انت للسنه ما معنى هذا ان اي واحد مقصر من السنه تكاد تخرج من السنه؟ هذا لانه ايضا يعني اخذ الاسلام بطريقه حديثه ويريد ان يطبق الاسلام كله، لكل عابد نشره يعني ومتحمس انه يطبق الاسلام بحذافيره، فيرى الاخرين اللي ما طبقوا مثل تطبيقه كان يعني اسلامه ناقص. طبعا اسلامه فيه نقص لكن يعني كاد يخرجه من مله الاسلام. بالنسبه للرفق الحين تفضلت فيه، يعني ترى ممكن واحد يكون واحد عنده افكار خارجيه ومع ذلك هو لطيف، عنده تكفير، عنده انحرافات، وهو هادئ، ها؟ وهو يقرر مسائل يعني يخرج المسلمين من الإسلام ونزع عليهم آيات الكفر، آيات كفار يرجع عليهم المسلمين، وهو بهدوء وأخلاق. وآخر ربما عنده شيء من الدفاش، لكن منهجه صحيح والمسائل يطرحها بمعنى صحيح. فالرفق
كلمة استفدت أنا من الشيخ، مش معنى الرفق أنك أنت تخالف الشرع باسم الرفق، خالف شرع الله عز وجل على ابن ذكر. يعني لو إنسان قرر بأن من تركها فقد كفر الصلاة، قلت يا أخي ارفق شوي بالناس، يعني ارفق بالناس، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني ما تبي يقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما تريد أن أقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الرفق بالناس، مو صحيح بعد. فارفق بالناس خالف السنة، ارفق بالناس أتي بعقائد باطلة، قد يأتي واحد هادئ وهو يقرر مسائل خلاف الشرع، وقد يأتي إنسان قد يكون غير موفق بالأسلوب لكن يتكلم بكلام الصحيح. فالرفق ما كان مثل ما تفضل الشيخ، كلمة جميلة جدا، إنما وافق الشرع هو الرفق. الرفق ما وافق الشرع.